مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. نبات الجوجوبا، في ناس كتير ممكن تسمع عنه لكن مش عارفين فوائد نبات الجوجوبا ايه. نبات الجوجوبا ممكن ان هو يتزرع في اماكن كتير جدا في مصر وبيبقى له فوائد كثيره، منها مثلا انها شجره من الشجيرات اللي بتنمو في اصعب الظروف، يعني شجره زي ما بيقولوا عليها حماله الاسيه. مش بس كمان هي بتنتج زيوت غاليه جدا في الثمن، وغير كده كمان انها بتدخل في صناعة المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل اللي بيبقى فيها نسبة كبيرة جدا من نسبة المواد الطبيعية، وكمان ان هو وقود حيوي. طب طالما له فوائد كتير جدا، مصر فين من زراعة نبات الجوجوبا اللي هو بيسموه الذهب الأخضر؟ طيب مصر ليه مش مهتمة بده؟ احنا فين؟ طبيعة النبات نفسه أخباره إيه؟ هل فعلا إننا بنستفيد من الكمية المنزرعة عندنا ولا لأ؟ في الفقرة دي مش بس هنتكلم على زراعة نبات الجوجوبا، ولكن هنتكلم على النخيل وتكاثر أنسجة النخيل. تفاصيل كتير جدا هنعرفها من ضيوفنا الكرام اللي منورنا، من المهندس الزراعي محمد عطية. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ودكتورة دينا متخصصة بزراعة نخيل الأنسجة، أهلا بيك حضرتك. منورانا. باشمهندس خليني أبتدي بيك الأول في البداية، نتكلم على نبات الجوجوبا بشكل عام. خلينا نعرف مشاهدينا طبيعة نبات الجوجوبا ونعمل كده بطاقة تعارف ما بين النبات وما بين السادة المشاهدين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبات الجوجوبا نبات منتشر بره مصر يعني في دول كتير. المشكلة هنا في مصر ما فيش تعميم. فكرة التعميم في الزراعة يعني كلنا واخدين على المحاصيل التقليدية، الجبل بنزرع فيه رمان، بنزرع فيه زيتون، بنزرع فيه نخل، مع ان في حاجات كتير البلد محتاجاها كأمن قومي زي الجوجوبا. تمام. نبات الجوجوبا يعني مهم جدا. المشكلة هنا في مصر ما فيش حد بينتجه كتير، يعني انتاج الصوبة لانتاج نبات الجوجوبا دي بتكلف حوالي 200,000 جنيه، فمش كتير من المشاريع اللي بتبتدي تنتجه، عشان كده مش معروف بالظبط كده. طب طالما التكلفة عالية كده وبيتكلف كتير، هل مش بيجيب طبعاً محصول يبقى فيه انتاجية ويبقى فيه ربحية للمزارع؟ الفدان الجوجوبا، الفدان بياخد 700 شتلة، منهم 600 شتلة مؤنث و100 مذكر، بيديني تبشير او بدايه الانتاج بعد سنتين تقريبا. الشجره بتجيب ربع كيلو، يعني مثلا الفدان ممكن يجيب مثلا 200-300 كيلو او بعد سنتين. سعر الكيلو النهارده 120 جنيه. 120 جنيه. فده اربح في الزراعه للمزارع او المستثمر من الزيتون، من الرمان، الفواكه المعتاده او الاصناف المعتاده يعني. طيب دكتوره دينا، فكره اننا نهتم بالنخيل واللون الأخضر بشكل عام، وطبعا النخيل من الأشياء المعمرة وأعمار كثيرة جدا جدا، أعماره كثيرة الحقيقة للغاية، إننا نعمل تكاثر ما بين نخيل أو أنسجة النخيل، وضحي لي المعلومة دي كمواطن بسيط، يعني إيه أعمل تكاثر ما بين أنسجة النخيل؟ علم التشيو كلشر اللي هو علم زراعة الأنسجة، ده علم حديث يعني بقاله فترة تقريبا من الثمانينيات بدأ ينتشر جدا، وبدأ يكثر المعامل تبقى موجودة في مصر، وصلت أكتر من 30-40 معمل. ده برضو في مستثمرين بدأوا يعملوا تكاثر النخيل وتكاثر في بعض المحاصيل. ليه؟ لأن تكاثر بالأنسجة النباتية علم حديث جدا، والهدف منه بنستخدم جزء نباتي، جزء واحد بس بيطلع لنا آلاف النباتات في حي صغير من الوقت والزمن. فطبعا علم زي كده ما بيكونش فيه كنوع من الاجتهاد او اي حد ممكن ان هو يعمل تكاثر بالانسجه النباتيه، لا، التكاثر بالانسجه النباتيه بيتم في معامل معقمه، بيتم معامله الاجزاء النباتيه وكل ما في المعمل بالتعقيم. تمام. فبنستخدم جزء وليكن نسيج من جماره النخل، وبنبدا نعملها معامله جيده جدا. موجوده يعني كلمينا على اساس احنا مش متخصصين. تمام. في الموضوع هي القمه الناميه في النخله، يعني اعلى قمه ناميه في النخله دي بيبقى فيها الخلايا المرستميه نشطه جدا جدا جدا، فبتكون لها قدره على التكاثر والنمو بشكل سريع. بناخد جزء صغير جدا جدا من النخله، الجزء ده بنعقمه وبعد كده بيعامل معامله جيده داخل معمل،
وبينمى على بيئة غذائية. البيئة الغذائية طبعا في أكتر من بيئة غذائية بيتم المعاملة بيها، ولكن في توصلنا لبيئة جيدة جدا ممكن احنا في أقل فترة ننتج عدد من النباتات بنسيج واحد بس. يعني ممكن نخلة تطلع لنا أكتر من 10,000 نبات من نفس النوع، ولا من نفس النوع من نفس الصنف. بتتميز زراعة الأنسجة بأن احنا نقدر نقضي على الأمراض اللي كانت موجودة في النخلة اللي قبل كده. يعني بننتقي جيدة الصفات في كل حاجة، صفات الجودة، ما فيش فيها أمراض، خالية تماما من الأمراض الفطرية والبكتيرية، وبنبدأ نكاثر منها بحيث نحافظ على النوع تماما بيور بدون اي تدخل من ناحيه يعني نتيجه زراعه الانسجه. بيكون مميز بان النبات خالي تماما من الامراض الفيروسيه والبكتيريه. طب بمناسبه الامراض، يعني لو لقينا ان في ام زي ما انت قلتي انه لازم تكون الام خاليه دايما من تماما من الامراض، اننا يبقى في نخله مصابه وتم شفائها وعلاجها، هل ممكن اننا ناخد منها النسيج ده ولا لا؟ مفيش اي ادنى مشكله، ولكن في الافضل، وده الافضل طبعا، اننا بنختار نخله جيده الصفات تماما. عندنا النخيل معظمه طبعا فات عليه عمر طويل جدا، وليكن نخيل البلح الزغلول. النخلة عمرها وصل لمية سنة، فما بقتش بتطلع خلفات. خلفات دي بمعنى ايه؟ بمعنى شتلات صغيرة طالعة جنب النخلة، ودي كانت وسيلة الإكسار المعتادة في كل بلدان العالم. الخلفات دي قلت وجودها، فطبعا عشان نحافظ على الصنف مش هنقدر نحافظ عليه، لأن الخلفات بيكون نفس صفات الأم تماما. فاستبدلناها بزراعة الأنسجة النباتية، انها نقدر ننتج نبات شبيه للأم تماما، يعني نفس صفات الجودة بنفس القيمة اللي فيها، نفس الصفات الوراثية هي مفيش فيها أي تغيير إطلاقا. فزراعة الأنسجة النباتية قضت على قصة ان احنا في ناس كانت بتستخدم البذرة، والبذرة طبعا بتطلع نبات مختلف عن الأم تماما، فقد يكون صفات الجودة منعدمة أو رديئة. فأنتجنا من زراعة الأنسجة أصناف كويسة جدا، أصناف برحي، أصناف سيوي، إن شاء الله هي مطروحة في السوق في, في, في معظم البلدان. يعني مش احنا بس اللي شغالين في زراعة أنسجة، لا، بلدان كتيرة جدا شغالة في زراعة أنسجة. تمام باشمهندس، ارجع لك مره تانية على الجوجوبا. الجوجوبا زي ما انت قلت انه نبات مهم جدا، مش منتشر في مصر عشان شويه سعره مرتفع. فخليني اعرف منك الدول اللي ممكن تكون مشهور فيها زراعه نبات الجوجوبا، وبتتصدر بقى يعني الجداره عن مصر في زراعه هذا النبات. هو اقرب حاجه لمصر اسرائيل. يعني اسرائيل من الدول الاولى في العالم في انتاج الجوجوبا. اسرائيل، امريكا، استراليا، الصين، الهند. واسرائيل لما بتزرع حاجه زي كده هي اكيد ليها، مش هتضيع الارض بتاعتها على الفاضي. هي بتزرع نبات هو امن قومي بالنسبه لها، بمعنى ان انا يجي في يوم من الايام البترول مش هيكون موجود بالنسبه لي، الجوجوبا دي هطلع منها جاز، واطلع منها بيوديزل، جاز وبنزين، واقدر استخدمها كوقود حيوي، اشغل بيه طيارات، اشغل بيه عربيات في وقت ما يكونش فيه اساسا اي بترول. تمام. طب ان انا استخلص بقى البايو ديزل او اي وقود حيوي، هل الموضوع مكلف؟ يعني خلينا نفكر كده بوجهة النظر الاخرى. هو هي عملية العصر بتاعت البذور، بيتم عصر البذرة واستخراج الزيت، الزيت بيتفلتر، بيخش بعد كده على معامل تكرير، بتفصله، بتفصل العناصر اللي فيه، وتديني جاز، ممكن تديني بنزين زي ما انا عارف. طب احنا ليه في مصر ما بنفكرش في كده؟ وتحديدا كمان ان العالم احنا البترول قائم عليه. تمام. كل الصناعات اللي ممكن تتخيلها، والعالم كله بيتوقف دايما عند مشكله الوقت. اكيد طبعا. ليه دول متقدمه زي بعض الدول الاوروبيه وغيرها ما لجاوش فعلا للموضوع ده، واننا هنا كمان في مصر حبينا اننا نامن نفسنا ضد المشكله دي؟ المشكلة هنا يعني المزارع الصغير رايح يزرع 5 فدادين، ال5 فدادين دول في الجبل، يعني بالنسبة له لما يزرعهم جوجوبا تخسر معاه، لأنه هو لسه الإنتاج بعد سنتين، والشتلة سعرها غالي ومش كتير بينتجها في مصر. يعني أنت لما تحتاجي شتلات ما تلاقيهاش في أي مكان، يعني غير أي شتلة تانية. فبالتالي ما فيش فكرة الانتشار والتأمين، مش موجودة. المفروض وزارة الزراعة اللي تعمل هي الأساس. تمام. يعني برضو خلينا نقول إن هي مشكلة وعي وثقافة. أكيد. وتبادل معرفة ما بين الحكومة أو وزارة الزراعة والمزارع، إنها تفهم المزارع قد إيه النبات ده مهم جدا، عشان تشجع المزارع إنه
يزرعوا. تمام، ده اكيد كدا؟ ده اكيد تمام. انتوا طيب انت كمهندس زراعي فكرت انك تغير المشكله دي ازاي؟ واكيد انت بتحتك طبعا بالمزارع بالدرجه الاولى. الحمد لله احنا انتجنا شتلات جوجوبا، يعني يعتبر ثاني واحد في مصر بفضل الله عرف انتجها، وعملنا منها كميات كبيره وما شاء الله يعني زارعين عند في شركات بتزرع في الصالح لسه اراضي جديده، يعني في سيوه وسينا والحتت دي شغالين على الجوجوبا. بس سيوة وسينا يعني درجة حرارة عالية يعني إلا شوية في استخدام الماء، وكمان أرض رخيصة. كل ما أبعد بعيد كل ما أقدر أجيب 1000 فدان و2000 فدان وأقدر أعمل استثمار. أما كل ما أقرب الفدان على الصحراء بيعمل 1,000,000 جنيه أقل حاجة 600,000 400,000. الجوجوبا الاقتصاد فيها عاوز يعني عشان تكون جدوى مادية لازم يكون في مساحة كبيرة، مش أقل من 50 فدان، مش أقل من 100 فدان. في المزارع الجديد بيدور على أرض رخيصة عشان يقدر يزرع. تمام. طيب يعني احنا برضو بنعاني من مشكلة ان الناس مش عارفة الجوجوبا، اننا مش فاهمين قيمتها، وانك تمام. بتقول ان الدولة، اسمحوا لي اقول ان دولة خبيثة زي اسرائيل كده انها تهتم بالجوجوبا، معنى كده ان ده سلاح سحري. احنا معانا هو صور على الشاشة لنبات الجوجوبا، قول لي بقى يعني طبيعة الاوراق، اللون. دي شجرة الجوجوبا بتشيل زهرتين، زهرة للسنة اللي هي الحالية وزهرة للسنة الجاية. دي طبعا البذور. أيوة. دي بعد النضج اكتمل. دي مزارع الجوجوبا. تمام. دي موجوده في الحزام الاخضر في اكتوبر. هي شكلها حلو كمان، انه شجيره ما تعلاش، ثمره لونها ايه؟ برتقالي بني. تمام. يعني ثمره الشجره بتاعتها ما بتعلاش، شجيره اكثر ارتفاع ليها 2 متر و2.5 متر 3 متر. تمام. فرحني وقولي ان الفيديوهات دي عندنا من مصر. الفيديوهات دي فعلا حقيقي في مصر، مش بره مصر. لا. دي في اراضي بقى انتوا استصلحتوها؟ دي ارض في سيوه، احنا زارعين هناك 2000 فدان. الشركه بتزرع 14000 فدان وماشيه كل سنه بتزرع مثلا 500 فدان كده. تمام. بتحصدوا المحصول امتى بقى؟ بنحصد المحصول في شهر 8. واول ما بتحصد المحصول الشركه بتاخده تبتدي ايه؟ تصنيع. اولى خطوط التصنيع بقى؟ ما بنبيعش بذور، بنكمل الدوره بتاعت وبنجمع البذره، بنعصر البذره، ناخد المستخلص، التفل بتاع البذور بيخش في الاعلاف، الزيت بيخش على طول على مستحضرات التجميل، وشركات الادويه بتاخده كتير. حلو بقى موضوع مستحضرات التجميل ده، وانه في ستات كتير هيهتموا بالموضوع. طب. ده فكره انه الجوجوبا مفيده ازاي للموضوع، وهل عشان هو عنصر طبيعي 100% ده هيكون مفيد اكتر؟ هو زيت الجوجوبا البديل بتاع زيت كبد الحوت. كبد الحوت. كبد الحوت. طبعا الزيت بتاع كبد الحوت غالي جدا، الجوجوبا ارخص منه كتير، والخصائص بتاعت زيت كبد الحوت هو نفس الخصائص اللي بنطلعها من الجوجوبا. شركات ادويه كتير كل الادويه بتاعتها فيها زيت الجوجوبا. تمام. مهم جدا زيت الجوجوبا كتجميل يعني. اكيد. دكتوره دينا هرجع لك مره ثانيه، فكره اننا نعمم بقى نظريه تكاثر انسجه النخيل، وازاي تبتدوا انكم تفهموا صغار المزارعين اهميه الموضوع ده، وهل الموضوع ده سهل ولا ممكن اننا نحتاج لدراسه و يعني خطوات ثقيلة عشان نطبق الموضوع ده؟ تمام. هي بداية الخطوات، احنا بدأنا نعمل ورش عمل، عملنا ورشة عمل في جامعة بنها، دعينا فيها عدد كبير جدا من المزارعين، بدأنا نفهم ايه مشكلتهم ان هم يزرعوا نخيل، وكانت مشاكلهم بتنحصر في عدة نقاط. اهمها المزارع بيقول لي انا ازرع نخيل، النخيل ده انا يعني عشان استنى المحصول بتاعه، احفادي هم اللي هياخدوا المحصول. فدي كانت اول مشكله لازم ناخدها في اعتباراتنا عشان نقدر نحلها للمزارع. تاني اعتبار اتكلموا عن سوسه النخيل وقد ايه هي دلوقتي بتهاجم النخيل اللي موجود في مصر كلها، فبدات تسبب لهم مشاكل جامده جدا واقتصاديه حاده. فبرضه حطيناها في الاعتبار على اساس ان احنا نبدا نحلها من ناحيه زراعه الانسجه. النقطه الثالثه بينقلوا دلوقتي النخيل عن طريق بيفصل خلفات وبيبدا ياخد الخلفه دي يزرعها، فبتواجهوا مشكله ان لو العامل مش مدرب تماما الخلفه بتموت، بيحصل لها جرح وبتموت، او تتعرض لامراض فطريه وبكتيريه، او تتعرض لسوسه النخيل. دي كانت الثلاث ملحوظات اللي اتكلموا فيها في ورشه العمل. تمام. بدأنا نتكلم معاهم، قلنا لهم طيب ايه رأيك لو احنا دلوقتي عملنا تقنية جديدة في زراعة الأنسجة، والتقنية دي بتحل الثلاث مشاكل الأساسية، زائد انها بتحل لك مشكلة طول العمر والفترة الإنتاجية بعد 10 سنين والكلام ده. زراعة الأنسجة النباتية أجمل ميزة فيها ان النبات ممكن ينتج بعد 3 سنين فقط لغير،
ثلاث سنين النبات ينتج بلح. تمام. تاني ميزة قدرنا ان احنا نتوصل ليها، وهي برضو في ناس كتيرة توصلت ليها من 20 سنة، لكن ما بدأتش تاخد فكرة تسويقية، يعني ناس ما كانتش تعرفها. نقطة ان النخيل عندي بيبقى ما فيش فيه اي مرض بكتيري او اي مرض فطري، هو بياخد الشتلة خالية تماما من اي مرض بكتيري او اي مرض فطري. تمام. تالت نقطة وهي مهمة برضو للغاية، ان نخيل البلح زراعة انسجة بيبقى عارف صفات النخله قبل ما بتطلع انتاج، يعني عارف كويس قوي نسبه السكريات فيها قد ايه، عارف كويس قوي صنفها ايه بالظبط، يعني الصنف ايه بالظبط، فمحدد شكل الثمره من قبل ما الثمره تطلع، فده شيء رائع جدا بيساعده على التسويق بعد كده. باشمهندس محمد، يعني برضو زي ما احنا قلنا انه نبات الجوجوبا عرفنا اهميته قد ايه، هو مصدر مهم جدا كوقود حيوي، ولكن انت تطلب ايه بقى من المزارع المصري وازاي انه يهتم بهذا النبات، وانه فعلا ضروري جدا جدا اننا نعمل حساب المستقبل ونزرع نبات الجوجوبا في الفترة اللي جاية؟ هو في البداية نبات الجوجوبا ما هوش يعني، هي شجيرة بسيطة جدا لا تصاب بأي مرض فطري أو حشري. يعني أنت عاوز تزرع الجوجوبا، ازرع الجوجوبا مطمن، أنت مش كل شوية هترش مبيدات وأسمدة، لأن هي عندها مناعة ربانية تتحمل درجة حرارة عالية، تتحمل ملوحة الأرض. معظم الأراضي اللي لسه هنزرعها، الأراضي اللي في الجبال كلها فيها نسبة ملوحة، مش أي نباتات تنفع على نسبة الملوحة دي. الجوجوبا هتشتغل فيها كويس وهتبقى شجرة جميلة، هتنتج كويس هي مع ظروف الجو والمناخ الحر اللي عندنا، هتبقى منتجه كويس جدا. كمان هي الجدول الماديه بتاعتها كويسه جدا، الطن النهارده بيعمل 120 و150 وفي احتكار، فلما الناس كلها تزرع الجوجوبا اكيد الموضوع هيبقى مجدي بالنسبه له ماديا، هيبقى افضل. دكتوره دينا، في مجالك برضو بتأملي ايه لزراعه النخيل وتحديدا كمان تكاثر نخيل الانسجه؟ انا امل ان يتجه الاتجاه الزراعي لزراعه المحاصيل الاستراتيجيه اللي توفر ميه، اللي تبقى انتاجها عالي وتكفي المزارع، اهمها الجوجوبا زي ما بنتكلم في الحلقه النهارده. وبرده شيء مهم جدا ان احنا نتجه للنخيل، لان النخيل ده دخل قومي بالنسبه لنا كبير جدا. عندنا النخيل السيوي واخد سمعه عالميه، فياريت الناس كلها تتجه انها تعمل موضوع انها تفكر في النخيل. النخيل شجره جميله جدا، الشجره دي ممكن انت تزرعيها من شمال مصر لجنوبها. ليه؟ لان النخيل متقسم ثلاث اصناف، في اصناف رطبه واصناف نصف رطبه واصناف جافه. اذا الاصناف دي كلها لو قسمناها ممكن تتزرع من اول شمال مصر لحد جنوبها، فكمحصول محصول وفير جدا. الشجره ممكن تشيل نص طن، الطن دلوقتي وصل 8 و7000 جنيه، فتخيلي الفدان ممكن يكون وصلت انتاجيته لكام. ولكن المزارع كان بيتخوف فعلا من موضوع هيزرع النخله ويستنى 10 سنين لحد ما نطلع انتاج، فاحنا دلوقتي بنشجعه وبنقوله لا، المشكله دي خلاص بقت محلوله، في بالفعل شتلات بتنتج بعد 3 سنين فقط لا غير، وخاليه تماما من اي امراض. يعني انا بضم صوتي لصوتكم، وان اي حاجه جديده المزارع بيبقى خايف منها ما تحاولش تخاف، احنا عندنا شباب واعدين ما شاء الله عليهم. انا شخصيا سعيده جدا بيكم انكم مقبلين على المجال الزراعي وشباب مشرف للغايه. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا. باشمهندس الزراعي محمد عطيه، شكرا جزيلا نورتيني. والدكتوره دينا المنزلاوي متخصصه بزراعه نخيل الانسجه، نورتوني. مشاهدينا، هم دول شبابنا، هم دول الشباب اللي بيقولوا عليهم دايما شباب الفيسبوك والانترنت، ونسيوا تماما ان احنا في جيلنا قاموا ثورتين، كل ثورة فيهم كانت اقوى بكتير جدا من التانية. الشباب اللي حابين يغيروا، مش بس يعتصموا ومش بس يتظاهروا. مش بقول كده عشان انا متحيزة للشباب عشان انا في عمرهم، لا خالص، انا بقول كده عشان بجد ده حقهم. اتمنى ان كل شبابنا يبقى عندهم نفس الثقافه دي ونفس السياسه دي، وكمان الاجيال اللي جايه الاباء والامهات دلوقتي يبتدوا يربوا ابنائهم على انهم يكونوا كوادر في المستقبل. احنا مفتقدين سياسه اعداد الكوادر. ارجوكم انكم تهتموا جدا جدا باطفالكم وابنائكم منذ الصغر عشان يكون عندنا جيل صالح في المستقبل. بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء في لون جميل، لون الاخضر الجميل اللي كلنا بنحبه جدا، واتمنى يا رب ان ارض مصر كلها تكون خضراء. اشوفكم بكره على الف خير، تحياتي اسراء عادل، والى اللقاء.